على بس في نقطه قبل ما اطلع الفاصل، سان داونز صعد اوانطا، شفت الكره؟ هي دي المشكله بقى. شفت الجول بتاع يانج افريكانز؟ شفته؟ بس شفته يا كابتن؟ دخلت يا كابتن، دخلت يا كابتن، دخل ايه يا باشا؟ كره زي دي هتجيب بطوله وهتشوف والله العظيم. بتعمل كده احيانا تبقى خلاص بره زي الكاس الامم، الراجل اللي عامل برضه هيجي يقول لك انا السيمي فاينل هيبقى يانج افريكانز ومش عارف سيمبا، ما هو برضه ما ينفعش يخرج سان داونز، ما اعرفش في حاجات كده. وروا لنا الكوره كده عدت الخط بتاعت عندكم صوره؟ لا عدت يا كابتن، عدت بس هم قالوا بعد كده ما عدتش يا ابو جليل. الصوره واضحه، قالوا ما عدتش. ده الاتحاد الافريقي قال لك ايه؟ قال لك انه تم الاستقرار بعد ما راجعوا الكوره انها لم تتجاوز خط المرمى بكامل محيطها. الصوره اللي على الخبر الكره معديه مثلا 5 سم جوه. جايبين صوره ثانيه يعني؟ لا معديه 5 سم. ومين رئيس الاتحاد الافريقي كابتن؟ موتسيبي كان رئيس سان داونز. طيب انت هتتكلم في ايه؟ ده انا هشيل الخط وازحزحه. طب شوف الاسم هنا والاسم هنا برضه. الفرقه ايه؟ التيم. بص يا كابتن. لا انا بعت لكم صوره يا كابتن لو سمحت، في صوره عندكم. دي مبينه قوي بس دي مش هنعرف نشوفها هنا، حتى لو وقفت الصوره عملت مش هتبان قوي هنا. انما الصوره الفوتوغرافيه بص بص بص. الحكم مين قليله؟ بص 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 بص. صعبة برضه. ده حكم موريتاني ده اعتقد. لا صعبة ايه يا بيشو؟ ما داخلة اهي. يا كابتن مش في فار. والفار قال ايه؟ قال لك مش جوه. بس خلاص طيب. يانج افريكانز تقدم اهي. بص يا كابتن، بص الكابتن الكوره فين؟ بالظبط كده اهي، بقى هنا تبان. بص يا كابتن. بص يا كابتن على الشاشه كمان الكبيره دي. بمحيطها كله اهي يا كابتن. اهي بمحيطها كله. معديه صح؟ جايز ده ممكن كده، ممكن هي كده معديه لكن مش معديه، ممكن انت فاهم يعني، ممكن في الصوره معديه يعني. انا ما اعرفش بصراحه. لا 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 انا ما اعرفش. رمضان دي ربنا يسترها عليك. انت ممكن تشوف كوره في التلفزيون بشكل وهي على الطبيعه بشكل تاني خالص عادي، معديه او مش معديه. زي الكورنر الجول بتاع يعني، دي ما فيش فيها مجامله لسان داونز. يانج افريكانز تقدم باحتجاج رسمي مدعم كمان بطلب من الحكومه التنزانيه بفتح ملف التحقيق في هذا الهدف، وطالبين مباراه في ملعب محايد بحكام غير افارقه. هو خلاص الموضوع اعتمد، خلص خلاص الموضوع خلص يعني. ده لو كان العكس اللي طب هوريكم الصوره ثانيه. وروني كده يا جماعه الصوره، ظهر في مدرجات النادي الاهلي للمستشار تركي آل الشيخ. يعني جمهور الاهلي. جمهور الاهلي الحقيقه يعني في بعض من جمهور الاهلي هنتكلم، هعرضها لكم نتكلم بعد الفاصل. ادي الصوره نقلها قناه 24، ظهور تركي آل الشيخ في مدرجات جماهير الاهلي خلال مباراه سيمبا التنزاني، والصوره مكتوب عليها حبيناك لحبك للنادي الاهلي اهداء محمود عبد الوهاب. كمان في الجول اخذ نفس الصوره وقال صوره للمستشار تركي آل الشيخ في استاد القاهره قبل لقاء الاهلي وسيمبا. نفس الصوره اهي متسجله على في الجول. هل ده تغير لموقف جمهور الاهلي بعد اللي ظهر في نهائي الكاس؟ هنجاوب. كمان مصراوي قدامنا اهو واخد نفس الصوره. جماهير الاهلي توجه رساله للتركي آل الشيخ، احبناك لحبك للنادي الاهلي. نطلع فاصل ثم نجاوب على السؤال.